السلام عليكم. اليوم نروح الولاية المدية لنعرفكم على هذا المشروع الرائع لتحويل النحاس، واللي بعد معاناة كبيرة مع العصابة من قبل هذا المستثمر اللي أنشأ هذا المصنع لتحويل النحاس بشراكة مصرية، الآن تم تسوية الوضعية تاعو وانطلق في الإنتاج، وكل يعني الإنتاج تاعو تاع النحاس بأنواع مختلفة يعني قادر يصدر ما لا يقل عن 40 مليون دولار سنويا نحو الدول الأوروبية اللي تحتاج كثير لهذه المادة اللي تستعمل في الصناعات الإلكترونية والصناعات الكهربائية وصناعات كثيرة. وتبقى القضية التي لم يتكلم عليها الفيديو هذا هي قضية المصدر نتاع النحاس هذا نتاع المادة الخام، تبقى يعني لدينا مجهولة. إذن هنيئا لهذا المصنع وهذا المستثمر من ولاية المدية. نخليكم تتابعوا هذا الفيديو لأكثر تفاصيل، والسلام عليكم. كل الآلات والمعدات اللازمة لتحويل النحاس بنوعيه الأصفر والأحمر متوفرة بهذا المصنع. وحدة الإنتاج هذه تشغل أكثر من 200 عامل بطاقة إنتاجية تقارب 1000 طن في الشهر. عندنا هنا في 6 أفران، في منها أفران معالجة طبعا عشان نعالج النحاس ونرجع تاني نبدأ نعمل له عملية تجهيز ليه للمرحلة اللي بعد كده. مجال النحاس الأحمر يبدأ من ال 8 ملي أو اللي هو نقول عليه المجال الكهربي، والمجال التاني اللي هو النحاس الأصفر. النحاس الأصفر اللي هو بيكون فيه نسبة نحاس 60% والنسبة التانية 40% زنك، وهذا النحاس بيستخدم لأغراض التور، أغراض البريس، أغراض المجالات السيارات، أغراض البلومبي، كل الحاجات دي كلها بنشتغلها هنا من الآل الزد. وضماناً لجودة إنتاج هذه المادة الحيوية التي تعتبر دعامة للصناعات الاستراتيجية، مخبر خاص بمراقبة النوعية. نقوم بأخذ عدة عينات وليزيسي في المادة الأولية وحتى النهائية. الهدف منها مراعاة الجودة بمعايير دولية. اتفاقية الشراكة بين الجزائر والأشقاء المصريين في مجال الاستثمار بالجزائر تلقى عناية خاصة دعما للحركية الاقتصادية بين المستثمرين. احنا بقالنا حوالي سنة لسنتين، اللي بيحصل واللي احنا شايفينه النهارده ان احنا النهارده عندنا بوند كوموند بمليون دولار في شهر واحد، ده ناتج عن قصه حاجه نجاح حقيقيه متمثله في ان الدوله متمثله في وزاره التجاره شجعت وغيرت القانون بحيث ان احنا نقدر نصدر. الدوله متمثله في الولايه ساعدتنا بالذات بالذات ان احنا نطلع الرخص بتاعتنا، رخص البناء اللي وصلتنا اليوم ان احنا بنقدر نصدر ل4 دول. اليوم هنعمل اكستنسيون ب 500 الف دولار مخصصه فقط للتصدير، ده ناتج عن قصه نجاح وشراكه بين الدوله والقطاع الخاص. اليوم احنا عندنا خطه بتصدير 40 مليون دولار في سنه 2022 للمنتجات النحاسيه، وكل ده زائد وفائض عن احتياج السوق المحلي. اليوم احنا هنصدر لتركيا، لايطاليا، للصين، لمصر، وعندنا نيجوسياسيون مع اسبانيا والمانيا لتصدير ما يعادل 200 طن شهريا ان شاء الله. رفع العقيل لدخول مؤسسات حيز النشاط يعني تاثير كبير، اولا من ناحيه تعديد مناصب الشغل، كذلك كقيمه مضافه اللي تدخل اموال عن طريق ضرائب الخزينه العموميه، وفي حد ذاته يعني الحركه الاقتصاديه، يعني الحركه الاقتصاديه تاع الولايه. الاستثمار الأجنبي في الجزائر مؤشر واضح على النجاح الذي تلقاه المشاريع الاقتصادية، خاصة مع الإجراءات الأخيرة المتبعة
اتخذت في مجال الإنعاش الصناعي. شحنة نحاس مقدرة ب 25 طن إلى أوروبا من مصنع العربية للمعادن. العملية تأتي عقب جهود رفع العراقيل عن المشروع واستفادة المؤسسة من كافة التسهيلات ما مكنها من مزاولة النشاط. هذا وسيمكن المشروع من الوصول إلى مداخل تقدر ب 40 مليون دولار سنويا. التغطية لمعمر العروسي. هذه أول شحنة لتصدير النحاس الأصفر تجاه دولة تركيا. هذا يعني مؤسسة جزائرية انتربريز دروا الجزائريان، والحمد لله يعني تشوفوا اول، وعندهم بلان شارج، عندهم طلبات اخرى من دول اخرى. هذا من المؤسسات اللي كان عندها مشكل عائق كبير رخصه الاستغلال حتى يخدم ويعمل في اطار قوانين وتنظيمات جزائريه الخاصه بمؤسسات مصنفه. سلمنا له رخصه الاستغلال، وان شاء الله في القريب العاجل سوف الملف راهو يدرس، وفي القريب العاجل في ظرف وجيز وقصير جدا سوف نسلم له ان شاء الله رخصه بناء للتوسيعة هذه. احنا متوقع ان حجم التصدير بتاعنا يصل الى حوالي 40 مليون دولار، لان المنتج اللي احنا بنقدمه هو منتج ليس منتج كامل الصنع، وبالتالي هو بيعزز من قيمة الصادرات وسعر المنتج نفسه. وبالتالي في الفترة الأخيرة قدرنا ان احنا بفضل ربنا سبحانه وتعالى ثم دعم الدولة الجزائرية في الحصول على رخصة الاستغلال، مما مكننا من إعادة نشاط مرة أخرى والبدء في تغطية السوق المحلي وتغطية الوفاء بالتزاماتنا نحو